أسعد الله أوقاتكم جميعا من جديد. نستكمل معا قوانين الصحة العامة أو مواد قوانين قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004. سنتحدث اليوم في الفصل الثاني عشر من القانون، وهو الذي يتحدث عن الرقابة والتفتيش. مادة 78 من مواد القانون الذي يتبع هذا الفصل في منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الصحة. لمفتشي وزارة الصحة الذين يصدر قرار بتعيينهم في الضبطية القضائية من الوزير أن تعطي قرار صفة مأمور ضبطية قضائية فيما يقومون به من أعمال. يعني الضبطية القضائية لا يجوز أن تعطى لأي أحد كان إلا بقرار من وزارة الصحة، وخصوصا للمفتشين الصحيين لما يقوم به من أعمال يجب أن يتسلح بها هذا المأمور أو هذا المفتش بضوابط قانونية حتى يستطيع أن يأخذ القرار في مكان التفتيش. ولهم ضبط الجرائم، عشان هيك بنقول إحنا ضبط الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون، وإثبات هذه الجرائم في محاضر يوقعون عليها ويشهد بالمخالفة. يعني إذا دخل مفتش الصحة على أي مطعم ووجد الفساد للأغذية، وجد الغش، أو وجد إنه غير مطابق للمواصفات الصحية، يحق له ضبط هذه المواد وضبط الجرائم ومعاقبة المخالفين. طبعا أحكام القانون اللي بتعاقب، هو بس إيش بيكتب المحضر وبيثبت هذا الضبطية في محضر ويوقع عليها، وبكونش لحاله، ممنوع يكون لحاله، لازم يكون في معاه حدا تاني يشهد معاه. مادة 79 حق الدخول والتفتيش وأخذ العينات. إذا أصدر الوزير قرار بأنه فلان يعين ضبطية قضائية، إذن الدخول، التأكد من تطبيق أحكام هذا القانون، يحق للمفتش تبع الوزارة المعين من الوزير ومصرح له بالضبطية القضائية طبقا للمادة 78 السابقة، يحق له الدخول إلى أي مؤسسة صحية أو صيدلانية أو أي مكان يحتمل وجود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، أو يحتمل أو مكان يحتمل وجود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، القيام بالتفتيش وأخذ العينات اللازمة بعد عمل محضر إثبات للعينة المأخوذة. وهنا الضبطية القضائية لمن لا يعلم بالقانون، مفتش الصحة إذا دخل أي مؤسسة صحية أو صيدلانية أو أي مكان مشكوك أن هناك في أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، زي المخازن مثلا أو زي المستودعات تبعت الأدوية أو الأماكن اللي بيخزنوا فيها التجار المستحضرات تبعت الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف القيام بالتفتيش وأخذ العينات، يجوز لهم بعد عمل محضر إثبات للعينة المأخوذة. يعني محضر الإثبات هنا بيسجل، هو كشف بيسجل في العينات اللي تم جمعها من المخزن أو المستلزمات أو الأدوية أو هكذا، العدد والصنف وإلى آخره، بيانات إثبات، محضر إثبات حتى يتم تحليلها أو تفتيشها أو مطابقتها مع المواصفات، ويتم التصريح لهذا المعمل أو لهذا المصنع أو لهذا المخزن باستحواذ هذه الأدوية ومستحضرات ومستلزمات الطبية فيه وإعادة توزيعها للمواطنين. مادة 80 الأخيرة، تقديم التسهيلات للمفتش الصحي. كل مسؤول في مؤسسة صحية أو مسؤول الصيدلية أو الأماكن اللي بيوجد فيها المخازن، يعني أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية، عليه أن يقدم كل التسهيلات اللازمة للمفتش وإطلاعه على السجلات والدفاتر، وعدم منعه من القيام بمهامه. ليش؟ لأنه هو جاي لمصلحة المواطن، هو جاي يطبق القانون مش يخالف القانون وفي حدود القانون. في ناس يعني بتتجاوز هذا الكلام، فكل المواطنين يجب عليهم أن يعلموا حقوقهم في هذا الجزئية بالذات. شكرا لحسن الاستماع والمشاهدة.